بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك في مقرر تنظيم حاسبات 2. ما زلنا في الباب الأول من هذا المقرر وهو بعنوان Central Processing Unit، ومعا ننتقل إلى الدرس التالي. Chapter 1 Lecture 23 Subroutine. هذا الدرس نتحدث فيه عن معنى السبروتين وعن السبروتين كول اند ريتيرن، ماذا نقصد باستدعاء السبروتين والعودة منه. وبالانتهاء من هذا الدرس بإذن الله نعرف العلاقة بين المين بروجرام الذي يجري تنفيذه في الحاسب وبين مجموعة التعليمات الخاصة بالسبروتين وكيف ننتقل بينهما. نبدأ بمعرفة السب روتين. ما هو السب روتين؟ السب روتين is a self-contained sequence of instructions. إذن في أبسط وصف للسب روتين هو مجموعة من التعليمات المتسلسلة ذات العلاقة مع بعضها البعض. That performs a given computational task. هذه التعليمات المتسلسلة والتي لها علاقة مع بعض تقوم بإجراء عمليات حسابية محددة. وقد نحتاج أن نجري هذه العمليات على بيانات أثناء تنفيذنا لبرنامج معين. It may follow a call, jump or branch. دائما السبروتين يظهر بعد تعليمة call استدعاء أو نداء أو تعليمة jump قفز أو تعليمة branch تفريغ. هذه هي التعليمات التي تؤدي بنا إلى الدخول في سب روتين أو في مجموعة من التعليمات المتسلسلة المتعلقة ببعضها البعض. The last instruction of every subroutine is called return from subroutine. دائماً عندما نذهب إلى سبروتين نجد مجموعة من التعليمات المتسلسلة. التعليمات الرئيسية هي التي تقوم بإجراء الكمبيوتيشنال تاسك أو المهمة الحسابية، ولكن آخر تعليمة في سلسلة تعليمات السبروتين هي تعليمة تسمى ريتير، و نسميها Return from Subroutine. هذه التعليمة تختم عمل السبروتين وتذهب بنا مرة أخرى إلى البرنامج الرئيسي. Subroutine Call and Return. Return from Subroutine transfers the program control to the instruction whose address was conditionally delayed. عندما يتم تنفيذ البرامج ويظهر استدعاء لمجموعة مخصصة من التعليمات نسميها سب روتين، البروغرام كاونتر يحفظ عنوان التعليمة التي كان عليها الدور ويذهب للاستجابة لنداء السب روتين. وبعد الانتهاء من تنفيذ تعليمات السب روتين آخر تعليمة في السب روتين تكون هي الريتير. هذه التعليمة تعليمة الريتير الموجودة في آخر السب روتين تجعل البروغرام كنترول يعود مرة أخرى إلى ذلك العنوان
الذي كان مؤجلا أو مؤخرا بفعل استدعاء السب روتين. أين يجد الحاسب ذلك العنوان المؤخر أو المؤجل؟ This address is stored in a temporary location. دائما الحاسب يقوم بتخزين ذلك العنوان في مكان مؤقت. هذا المكان قد يكون في الذاكرة in memory، وقد يكون أحد السجلات register، وقد يكون موجود في الستاك في أعلى الستاك. والستاك كما نعرف هو تنظيم من تنظيمات الحاسب، يكون فيه هنالك مجموعة من السجلات تشكل مع بعضها البعض لتستخدم كستاك أو كمكان مخصص للتخزين في نظام الستاك أورجانيزيشن. الرسم الذي يظهر معنا الآن يوضح العلاقة بين المين بروجرام، برنامج الرئيس الذي كان يجري تنفيذه قبل ظهور طلب الذهاب إلى سبروتين، وبين تعليمات السبروتين الخاصة. كما قلنا من قبل، يتم تنفيذ البرامج تسلسليا بالدور من هنا إلى هنا وهكذا. وعندما نصل هنا نجد استدعاء لسبروتين. هذا الاستدعاء يأخذنا إلى مجموعة من التعليمات الخاصة بتنفيذ مهمة حسابية معينة. هذه المجموعة مع بعضها البعض نسميها سب روتين. هذه المجموعة بها تعليمات تبدأ من أول تعليمة والتي تليها والتي تليها وهكذا حتى تخلص جميع التعليمات الخاصة بتنفيذ المهمة الحسابية. ولكن المهم أن تنتهي هذه التعليمات بتعليمة ريتيرن. آخر تعليمة في السبروتين هي تعليمة الريتيرن. لماذا من المهم أن ينتهي السبروتين بهذه التعليمة؟ لأن هذه التعليمة بالذات هي التي ستعود بنا مرة أخرى إلى التعليم التي كان عليها الدور قبل ظهور الدعوة إلى الذهاب إلى السبروتين. Next instruction، هذه التي كان عليها الدور من هنا وتم تأجيلها، have been delayed، تم تأجيلها أو تأخيرها، وذلك بحفظ عنوانها. هذا العنوان الأدريس لهذه Next instruction كان تم تخزينه مؤقتا إما في الذاكرة أو في سجل أو في أعلى الستاك. الآن نعود إلى هذا العنوان فنذهب إلى Next instruction ويواصل البرنامج عمله كالمعتاد من هنا إلى هنا إلى هنا وإلى آخره. وبذلك يكون تم الاستجابة إلى نداء السبروتين وتم تنفيذ تعليمات السبروتين الخاصة بمهمة محددة، ثم العودة إلى المين بروجرام. هذا الانتقال من المين بروجرام إلى السبروتين وبالعكس قد يحدث أكثر من مرة أثناء عمل الحاسب، وذلك وفقا للحوجة إلى تعليمات السبروتين لإجراء عمليات مخصصة على البيانات. وإلى الدرس التالي.